شن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان حملة اكتتاب جود الإسكان الخيرية التي أطلقتها منصة جود الإسكان بتقديمهما تبرعين سخيين بمبلغ 150 مليون ريال، وتبرع خادم الحرمين الشريفين ب 100 مليون ريال، فيما تبرع ولي العهد بمبلغ 50 مليون ريال، ذلك في إطار حرص القيادة على دعم الجهود والمبادرات التي تستهدف توفير مساكن للأسر الأشد احتياجا. وكان وزير الإسكان ماجد الحقيل قد أطلق حملة منصة جهود الإسكان الخيرية لتأمين المساكن للأسر الأشد احتياجا للمسكن بعنوان حملة اكتتاب جهود الإسكان الخيري، وحققت الحملة في أول ساعة على انطلاقها 407 ملايين ريال، وتستهدف الحملة مشاركة المجتمع بمؤسساته وأفراده في تأمين مبلغ مليار ريال لتأمين 3500 مسكن للأسر شديدة الحاجة. وتقوم الحملة على فكرة محاكاة لفكرة سوق الأسهم، إلا أنها لا تخضع لعوائد مادية وإنما عوائد خيرية مجتمعية من خلال تأمين المساكن بأسهم تبلغ 100 مليون سهم بقيمة 10 ريالات لكل سهم.